السلام، لاباس عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ولقيتكم هذا الفيديو 5 كما شفتوا اليوم. الفيديو اللي طلبتوه مني بزاف بزاف، كيفاش كنلصق ضفاري ديال شيئين. دونك هادو ضفران ملصقين. اختي هانتي، واش اختي باينين ملصقين؟ غير قولي ليا يا اختي واش باينين ملصقين. هادو اختي رباني. هادو اختي ما ملصقيش. اختي فين بانوا لك اختي ملصقين؟ غير قولي ليا قولي ليا قولي ليا فين بانوا لك هادو ملصقين. ها انت اختي ياك هادو ما ملصقينش. امي انا دابا تنقول لك في هذا الفيديو اختي فضحت راسي اختي، وقلت لكم دابا انهم ملصقين. ايوا صافي. دونك دابا غادي ندوزو نشوفو الطريقه باش انني كيفاش نلصقوهم ويبقى واحد المده مثلا ديال اسبوع ل 40 ولا 50 ما يتزعزعوش، وخصوصا ما تكونيش اختي تغسلي الموان. انتردي ملي دير اختي الضفران كاينش الموان، ولا غسلتي الموان راه يطيروا لك. المهم ها نتوما شوفوا بلي راه ما كيتحيدوش وقويين. ها نتوما ماشي شي حاجه اللي زعما ها قويين جدا. هانتي اختي يلا ندوزو الطريقه ديال كيفاش تلصقي الضفيرات. بعد خطرات كتكوني معروضه وهذا ما كتلقايش اختي ضفرانك كبارين، كتلقايهم حالتهم حاله، عامرين بليدام وبالزعفران وبكاع التوابل اختي. دونك كتقادي ضفيراتك بحال هكا وكيجيو ناتشورال، وما كاينش صراحه كاينين شي الوان بحال الكرونه بحال هذوك ما عتي راه ما تيبانوش. حتى هادو راه ما تيبانوش. قولوا لي وانت تقولوا لي في لي كومونتير واش كيبانوا، يعني مع الدقه الاولى ملي وريته لكم واش بانوا لكم ماشي ضفار. حتى قلتها لكم يعني حتى فضحت راسي اختي. ايوا يلا ندوزو نشوفو الطريقه باش نصاوبو الضفيرات. خدينا المهم هادشي راه كتير. المهم طبعا هادو لي ديجا كنت استعملت، المهم هي راه تقدروا انكم تستعملوهم وتنقيوهم وترجعوا تستعملوهم، مي بعد الخطرات ما كيبقاوش تيخسروا. المهم هاد البكيات كبارين بحال هكا يعني تيكونوا فيهم ديال الصبع الصغير الصبع الكبير وانتوما طالعين، وهادو تيكونوا بويض باش انك تصبغيهم باي صبغه عندك، يعني اي لون بغيتيهم بغيتي تلصقيهم باش هكا كدوزي بهم نهارك وهذا وتتحيديهم. هادو من ما نديرو بهم حاليا. دابا غادي نمشيو. طبعا هاد الكولا هادي كما كتشوفوا هادي كنت خديتها بوحديتها. اذا شريتو هاد الضفران هادو تيكون معاهم الكولا الخاصه بهم، مي كتكون غير بكيه وحده. هنا خديت جوج بكيات حيتاش دابا عارفين بلي المهم مبقاتش الشيئين ولا الاثمنه طالعين، دونك انا خديتهم قبل ما يطلعوا الاثمنه. وهادو هادو كيبقاو دائما فوق ما بغيتي تلصقيها عندك اصلا. دونك هنايا الا كتشوفوا هنا كاينين انواع ديال هاد لي مارك اللي كنت كناخد، هادو الرجلين. المهم هادو لي مارك اللي كنت كناخد. دونك دابا غادي ندير معاكم واحد هادو لي ستيكرز، هادو لي ستيكرز اللي خاصين بالضفر، يعني كتكون ديجا دايره الضفران وكتلصقي هادو. ونقدر نخلط ما بين جوج باكيات ولا شي حاجه، المهم كيبقى هذاك الشيء اختياري. المهم انا غير غادي نوريكم دابا هادشي تشتت. المهم في اول مرحله كنبدا ناخذ يعني اللي تقاده وحده. دونك مثلا هادو كنمشي ناخذ مثلا ديال جوج ضفران ديال جوج، راه تيكونوا فيهم الارقام زعما هذا واحد واحد هذا جوج جوج، مي انا ديجا استعملتهم كان بقيت عاقله فين هو الرقم ديال هذا ولا ديال هذا. المهم حنايا غادي ناخذوا هذا يجي هنايا، دونك غادي يجي في هذه البلاصه هذه
تلصق في هاد البلاصه هي. هنا كما كتلاحظوا كاينه هاد البلاصه هادي اللي دايره بحال هكا، وكاينه هادي، هادي اللي كتكون مقاده هي الاولى اللي كنديرها. شفتوا الفرق؟ شفتوا الفرق؟ يعني هكا كيجي الضفر طبيعي. اما الا خديتي هذا الراس هذا اللي تيكون هكا درتيه هو الاول، شوفوا كيفاش كيجي، ما كيجيش زوين. المهم نجيو نشوفوا، ما كيجيش زوين، يعني غادي يبان ماشي ضفري. دونك كناخد هادي اللي كتكون هكا هو اللي تنديرو بحال هكا، وديك الساعه هذا كنبردو وتنقادو. دونك اول حاجه هذا هو الضفر الصغير، غنشوف فين هو الضفر اللي غيكون متوسط. كما قلت لكم الا درتوها على هذا الاتجاه هذا، نشوف شفتو، دونك احسن يكون من هاد هكا باش يجي بحال خارج من اللحم. شفتو؟ دونك ناخذ هاد الجوج لهاد الضفر. صافي، اول حاجه كنضف الضفر ديالي ما يكون فيه لا زيت لا كريم لا والو باش يتبتو الضفر، ضروري. صافي هنا باش يلصق لك الضفر وما يتزعزعش ضروري هاد لي طاب خاصك ضروري ديريها هي انك تبردي هكا، يعني تبردي ضفرك باش الكوله تشد مزيان والضفر يشد هو بلاصتو. ضروري هاد المرحله، كاين اللي كيجي كيلصق بدون ما ينجر، هكا ما ينجر شي شويه ضفارو باش كتلصق ديك الكوله. دونك كما كتشوفوا هما قديتهم جاوا زوينين، هذا ما عجبنيش، المهم هادو هو هذاك مزيان، هذا شويه خارج، المهم غنبدلو، غادي ندير اللون نفس اللون. صافي دونك كما كتشوفوا فاسيلمون اون فوا كتلصقيهم كيجيو رائعين غزالين، شوفوا كيفاش كيجيو زويونين. دونك حتى في انه قويين كما كتسمعوا. انا وريتكم الطريقه باش صوبت هاد لي، دونك هاد لي غادي يكون حتى هو كيف ما يعني ضروري، هادي ضروري. علاش؟ باش هذيك الكولا كتلصق ما كتحيدش. انا صراحه ما كنشوفوها، يعني ماشي كنضرب الضفر بزاف، مي غير كنحك واحد الحكه اللي هي خفيفه. ها نتوما، وبغيت نقول لكم انني كنت صاوبت، شفتوا داك الفيديو اللي قبل كنت صاوبت بيرمانو، صراحه هو صراحه زوين، كيعجبك البيرمانو كديريه كيبقى، يعني كتبقى الصباغه زوينه وكيبقى لك واحد المده، ولكن ما عرفتي اون فوا كتجي تحيديه صافي كاتاستروفيك ملي تجي تحيديه اختي. اولا حتى الضفران، انا ما عمري لصقت الضفران، حتى خديتهم هكا من شيئين حيت ما كنبغيش انا انهم ينجروا لي هاد الضفران. وهادو اصلا انت كيكون عندك الضفران زويونين كتمشي تخسريهم بيديك. اللهم هاد الضفران اختي كتلصقيهم، وان فوا كتسالي العراضه كتجي تحيديهم فاسيلمون. وطبعا ملي تجي تحيديهم باش تحيديهم خاصك يعني تحيدي لهم ديك الكولا الا بغيتيهم يبقاو عندك، يعني الا كنتي من الناس اللي كيحافظوا على الحاجه. انا والو ان فوا كنحيدهم شي كيتلف ليا شي هذا، المهم راه تقدروا انكم تحافظوا عليهم ان فوا كتحيدي كيتشبهوا لبعضياتهم. وكما قلت لكم راه كاين فيهم الرقم، هذا الرقم هو اللي تنخليه على برا. ها نتوما، ها هو الرقم كاين هنا، كنخليه على برا. تناخد هذا كنديرو شي كيفاش كنلصقو باش يبان انه ضفرك، كتلصقيه باش يجي بحال خارج من اللحم كما كتشوفوا. طبعا ملي كتشوفي الضفران، حيتاش كاينين، شوفوا كاينين باش تاخذوا من شيئين، كاينين اللي كيجيو مفطحين اصلا كيجيو عراضين بزاف، يعني ضروري خصك تنقصيهم من الجناب. كاينين شي وحدين طحت فيهم عراضين ما عجبونيش، بحال هادو دابا تيكونوا عراضين. شوفوا هادو كيكونوا هما زويونين اون فوا كتلصقيهم، هذا فخانش عرفتي كيجي زوين، ولكن انا طحت في هادو شويه عراضين، فهمتوا واش كيجي؟ انا اصلا ضفري ماشي هكا في الطبيعه، كيجي له علاقه. المهم شوفوا هادو راه ديجا كنت لصقتهم، كان جاو واعرين هاد الفخانش، عرفتي ما تقوليش بلي ملصقاهم.
المهم كما شفتو دونك ملي كتشوفو ملي كطيحو في شي وحده دايره بحال هكا، يعني كتجيكم في الاعبار نيشان مزيانه، في الطول حتى هي مزيانه، حيت كاينين شي وحدين اللي تيكونوا طوالين كتزيدي تنقصيهم، ملي تيجيو في العبار هما هذاك صافي كتخليها كانت. دونك ندوزو للثاني. المهم كاينين اشكال وانواع، كاينين الكرونه حتى هما كيجيو زوينين، هادو انتما شوفو كيف تشوفوهم راه كبيرين، راه ما تيتحيدوش خاصين، كاينين هاد الستيل هذا دا مزيان كاع ما درتو، هادو عاوتاني تيجيو زوينين طفران كرونه، شتو كي كيجيو كيجيو هنايا مربعين، ممكن اشكال وانواع، هادو كيجيو شويه طوالين. المهم غادي ندوزو تشوفو صاحبتي جات وصاوبت ليها هادو، هاد الستيل هذا، هانتوما غادي تشوفو كيفاش جاوا في يديها. دونك صافي كما كتشوفوا، شوفوا كيفاش جاوا لصقتهم الناجح، جاوها رائعين، كيفاش تلصقوهم باش كيجيوكم هكا طبيعيين، شوفوها تقولوا غير ديالها، طبعا راه نقصتهم حيت كاينين شي وحدين بعدا ها هما اللي خدات، هما هادو، وطبعا هي هاد اللي مزوقين بغات غير درتو غير هنا وهنايا، وجاها شوفوا كيفاش جاها، جا طبيعي جدا، وبردتهم وقديتهم ليها، شوفوا كيفاش كيجيو واعرين، ديريها شوف متقولش ما ملصقاهمش، يلاه بالصحة والراحة. صح شكرا. دونك نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم كذلك، وهانتوما شفتوا الطريقة ديال التركاب ديال هذا الدفران، الطريقة باش كتركبيه في اليدين هي نفس الطريقة باش كتركبيه الرجلين، نفس الطريقه، وكيبقاو كما قلت لكم اسبوع، خصوصا الا ما كنتيش كتغسلي الموان، اولا تقدري ديري ليكات وتغسلي الموان كما كندير انا، غير بالليكات كنغسلهم صافي، هادشي اللي كاين، اولا غير نهار واحد تقدري دوزي به يوم كامل صافي وتحيديه. يلا نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم كذلك، وما تنساوش لي لايك ديالكم، وتابوني الا كنتي اول مره تشوفي القناه ديالي، وخليوا لي الاراء ديالكم كيفاش جاوا، واش عجبكم الطريقه، واي حاجه بغيتوها نوريها لكم فتقدروا تدخلوا عليها في لي كومونتير تحت الطلب ديالكم طبعا، وغادي ندير لكم فيديو توضيح. يلا نتمنى ان هذا الفيديو كذلك ينال الاعجاب ديالكم، يلا السلام عليكم، باي.